السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية. معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادتنا، مادة الحاسب الآلي. إحنا في حلقتنا اللي فاتت كملنا الجزء الخاص بقواعد البيانات أكسس، وقلنا إن في مجموعة تعديلات أقدر أعدلها على خصائص الحقول جوه قاعدة البيانات، زي ازاي اغير في ازاي اعمل اغير في التنسيق والشكل الخاص بكل حقل، واقدر اعمل له التعديلات الخاصه بيه. وخدنا ازاي اقدر اغير في الحقول، واقدر اضيف سجل جديد او احذف سجل، واقدر اعمل التعديلات الخاصه بجوه الحقول والسجلات. تعالوا نشوف مع بعض النهارده حلقتنا هتتكلم عن ايه. الحلقة بتاعتنا هنبدأ بيها بإذن الله عن التنقل داخل الجدول. احنا قلنا جوه الجدول عشان اقدر اتحرك في الجدول باستخدام اكتر من طريقة، زي اقدر استخدم الماوس عشان اختار اي حقل او سجل، او باستخدام لوحة المفاتيح عن طريق الاسهم، او باستخدام الاسهم الموجودة في شريط التنقل بين السجلات، او الانتقال لسجل محدد. نشوف الجزء ده هعمله ازاي. قدامي اهو الجدول، من شريط تحت شريط التنقل بين السجلات هضغط على الاسهم الموجودة دي عشان تعمل لي تحرك، او السجل السابق كل ما اضغط بيرجع لي السجل، او السجل اللي هو نيكست السجل التالي كل ما اضغط ضغطه بينقلني السجل اللي بعده، او عايز اعمل نيو ريكورد سجل جديد بضغط عليها واقدر اكتب السجل الجديد اللي انا عايز اضيفه، واقدر اعمل سيرش ابحث باي بيان عندي عايز اكتبه جوه الجدول. بمجرد ما اكتب اسم البيان بيظهر معايا البيان مظلل عشان اعرف ان البيان ده هو اللي انا ببحث عنه. ده الجزء الخاص بإزاي أتنقل جوه السجلات. طيب تعالوا نشوف تدريب صغير كده. التدريب بيقولي من جدول تفاصيل الفاتورة السابق إنشاؤه اللي احنا عملناه الحلقة اللي فاتت، رقم الفاتورة ورمز المنتج والكمية واسم المنتج. المطلوب ادخل سجل جديد، وبعد كده انقل السجل الاول بعد السجل الثالث، قم باختيار سجلات متجاورة، وبعد كده بيقول لي احذف السجل رقم 2 وانسخ بيانات السجل رقم 2. قدامي الجدول هجيب وضع عرض البيانات داتا شيت فيو، بضغط عليها واجي عند السجل الثالث بضغط رقم 3 واكتب البيانات. يبقى انا اقدر اضيف اي سجل عادي جديد بنفس الطريقة، بمجرد ما انقل واضغط على السجل الجديد بينقلني على السجل اللي بعده. يبقى اقدر اكتب سجلات قديمة عندي واقدر اعملها استبدال زي ما هنعرف مع بعض. اقدر استبدل كل ده. لو عايز احذف السجلات زي ما هو قال لي عليه بضغط كليك يمين واقول له ديليت ريكورد، وهيظهر رسالة تأكيد بضغط على علامة يس هيحذف لي السجل. عايز احدد السجل رقم 1 واضغط كليك يمين عليه واقول له كات، عايز اعمل له اقصه واجي يس، وهاجي عند السجل الاخير هنا واحدده واضغط كليك يمين واقول له بيست، نقل لي السجل من فوق لتحت. عايز اتحكم في السجل، هنسخ السجل رقم اللي هو الفوق ده او السجل اللي عندي لتحت، بضغط كليك يمين واقول له كوبي نسخ، واجي هنا تحت كليك يمين واقول له بيست لصق، هيعمل لي نسخة تانية منه. طيب هنا رقم الفاتورة متكرر، هل هيقبل؟ لو ضغطت فوق كده بيقول لي مش هيقبل عندي الدبليكيت تكرار، يبقى لازم اغير رقم الفاتورة هنا، ما يبقاش متكرر 1، لا اخلي ده رقم 2. يبقى كده هيقبل معايا البيان. عايز احدد الاثنين مع بعض بضغط كده واسحبهم بكليك شمال واحدد واسحب بالماوس، حددت السجلين عندي واقدر اعمل لهم اي تعديل معي.
ده كان الجزء الخاص بسجل. طيب ازاي بيتم التنقل داخل الجدول؟ ازاي اقدر اتحرك جوه الجدول عندي في قاعدة البيانات؟ عايز اغير عرض الاعمدة، ازاي اقدر اتحكم في عرض الاعمدة؟ عرض العمود عندي مش في بيانات مش ظاهرة معايا، ازاي اقدر اسحب اتجاه اليمين او اليسار على حسب ما انا اصغر او اكبر عرض العمود. تعال نشوف مع بعض ازاي عشان يتم زيادة عرض العمود. بنذهب بمؤشر الماوس للخط الرأسي الذي يفصل بين أسماء الحقول، وعندما يتحول مؤشر الماوس سهم باتجاهين، سهم فوق اتجاه الأعلى أو الأسفل مثلا، بسحب الخط الرأسي لجهة اليمين أو اليسار. طيب عايز أغير عرض الأعمدة، بقوم باختيار العمود أو مجموعة الأعمدة اللي أنا عايز أعمل لها تغيير العرض، وبعد كده بضغط كليك يمين بالماوس. هتظهر قائمة بختار منها عرض العمود Field Width، هيظهر لي مربع بكتب من خلاله رقم عرض العمود ليتناسب مع حجم البيانات، وبعد كده بضغط OK. نشوف على الجهاز بعمل الكلام ده ازاي. عندي حقل المرتب وتاريخ الميلاد جاية برمز شباك او مجموعة شبابيك. ليه مش ظاهر معايا عرض العمود مش مكفي؟ بسحب كده، او الطريقة التانية كليك يمين من فوق اسم الحقل واقول له فيلد ويث، واكتب اسم العمود او اكتب عرض العمود واقول له رقم 12، وضغطت اوكي وسع لي المساحة الخاصة بتاريخ الميلاد. يبقى انا كده عرفت ازاي اقدر اتحكم بعرض العمود او الحقل بطريقتين، يا اما باجي عند الخط الفاصل ما بين الحقلين واسحب اول ما الاقي المؤشر في سهمين ظهروا معايا اسحب اتجاه اليمين او اليسار، او الطريقه التانيه بضغط على اسم الحقل واضغط كليك يمين واقول له فيلد ويث اغير عرض العمود. تعالوا نشوف ازاي بيتم تغيير ارتفاع الصفوف. بضغط بمؤشر الماوس عند ناحية اتجاه يسار السجل وبسحب بالاتجاه ما بينهم، او بضغط على يسار السجل بكليك يمين واختار رو هاي، وبيظهر مربع بكتب بداخله الرقم وبضغط اوكي. وهنعمله على الجهاز مع بعض اهو. اول ما الاقي السهم اتجه لاتجاهين كده بسحب للاعلى او للاسفل، او بضغط كليك يمين واقول له عندي رو هايت واضغط عليها واقول له اكبر بقى حجم اكبر الارتفاع خليه 25 واقول له اوكي. ظهر معايا زي ما انتم شايفين المساحة كبيرة شوية. عايز اغير خط الكتابة، عشان اغير نوع ونمط وحجم ولون الخط كل التنسيقات الخاصة بالكتابة، هنشط السجلات او الحقول وبعد كده هنشط التبويب هوم. اتأكد ان انا منشط التبويب هوم، وبعد كده بختار من المجموعة تكست فورماتنج التغيير اللي انا عايز اعمله. باجي زي ما حضراتكم شايفين قدامي على الجهاز اهو، وليكن عايز احدد كل حقل من اسمه بضغط عليه، او بسحب كده وكليك شمال والاستمرار بالسحب، او بسحب السجلات لتحت، او بضغط على المربع اللي فوق عندي ضغطة واحدة بيحدد لي الجدول كله. واجي عند الجزء الخاص بتكست فورماتنج من التبويب هوم، اقدر اتحكم في المجموعة اللي عندي اهو. اقدر اغير حجم الخط، نوع الخط واللون، واعمله خليه بولد سميك، او اخليه اكبر حجم الخط نفسه، واقدر اعمله الاين محاذاة اتجاه اليسار او غيره، واقدر اتحكم في اي خصائص موجودة عندي في الجدول. كل دي مجموعة تنسيقات خاصة جوه الجدول اقدر اتحكم فيها عادي جدا. طيب ازاي بقدر اعمل تجميد للاعمدة، او ايه هي فكرة تجميد الاعمدة؟ تجميد الاعمدة دي الفكرة منها او الهدف منها ان انا عندي لو عندي بيانات كتيرة اقدر اثبت او اعمل تجميد فريز لمجموعة الاعمدة، وليكن زي الاسم الوظيفة العنوان البيانات الاساسية فوق، بمجرد مقلب او احرك الماوس تظهر معايا البيانات كاملة.
وليكن عايز اثبت حقل، برضو حقل واحد برضو اقدر اعمل الكلام ده. تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز ازاي بعمله. وهي زي ما قلنا ان فكرة تجميد الاعمدة تستخدم لتثبيت حقل معين اثناء طي الشاشة لرؤية الحقول الاخيرة من الشاشة مع الحقل الاول كمثال. وبنعمل الكلام ده ازاي؟ بقدر اعمله، بختار العمود اللي انا عايز اعمله فريز او تجميد، وبعد كده بضغط كليك يمين بالماوس، وبعد كده بختار تجميد الحقول فريز فيلز من القائمة المختصرة. وبعد ما اعمل تجميد، لما باجي بقى بمرر اعمل تمرير لشريط التمرير الافقي للجهة المعاكسة للعمود اللي انا عملت له تجميد، هلاقي الاعمدة عندي ثابتة وبقية الاعمدة اللي انا ما عملتهاش تجميد بتتحرك. طيب العكس بقى، عايز اعمل ازالة ان فريز للاعمدة، هضغط كليك يمين بالماوس وهختار الغاء تجميد كافة الحقول انفريز اول فيلز من القائمة المختصرة. نشوف على الجهاز، وليكن انا بحرك شريط التمرير الافقي اهو تحت، البيانات دي مش ثابته عندي، عايز اخلي حقل المسلسل ثابت معايا، بضغط كليك يمين واقول له فريز فيلز تجميد الاعمده او الحقول، اهو بمجرد ما اتحرك معايا الارقام ثابته معايا. طيب عايز الغي، بضغط كليك يمين واختار منها unfreeze all fields، عايز اثبت حقل الاسم بضغط كليك يمين عليه من فوق واختار freeze fields تجميد، وهتحرك زي ما حضراتكم شايفين الاسم ثابت معايا ما بيتحركش، يبقى بياناته اعرف البيانات، الهدف منها ان انا اعرف كل اسم وبياناته الموجودة. والغي بنفس الطريقة كليك يمين واقول له انفريز. يبقى كده عرفنا الفكرة من تجميد الأعمدة وازاي الغي التجميد. ازاي بيتم بحث او البحث داخل قاعدة البيانات عن البيانات اللي عندي؟ هقوم بتنشيط العمود اللي بيحتوي على المعلومة التي نريد ان نبحث عنها او استبدالها، ثم بضغط كليك يمين بالماوس، بتظهر لي قائمة مختصرة بختار منها find أو إيجاد، أو من التبويب هون بضغط على الأداة اللي قدام حضراتكم، هيظهر مربع حواري بعنوان find and replace، أو من لوحة المفاتيح بضغط على control وحرف ال F. يبقى عشان أعمل عايز أبحث عن مجموعة بيانات موجودة في جدول ما، عايز أبحث عن بيانات موظف بأكتر من طريقة، يا إما زي ما قلنا من لوحة المفاتيح كنترول وإف، أو من الأداة أو التبويب هوم بضغط على الأداة اللي هي الخاصة بالبحث وأقدر أبحث عن البيانات. تعالوا نشوف على الجهاز إزاي بيتم البحث. وليكن عايز أبحث، أنا عندي حقل المحافظة أو عمود المحافظة ده مليان بيانات كتيرة جدا مش قادر أحدد منها، عايز أبحث، بضغط كليك يمين عليها واختار منها فايند واقول له عايز ابحث عن وليكن محافظة الفيوم، وبعد كده هقول له فايند نيكست، وبعد كده اقدر اغير، وبمجرد ما اضغط فايند نيكست بيحدد لي الجزء اللي انا ببحث عنه وبيظلله لي باللون اللي قدامه. ده الجزء الخاص بالبحث او بحدده من هنا، وباجي عند الشريط اللي فوق اللي قلنا الفايند واختار من الاداة فايند بنفس الطريقة وابحث عن الجزء اللي انا عايز ابحث عنه. طيب ازاي بيتم استبدال البيانات؟ يعني انا عايز اعمل بحث واستبدال، هعمل الكلام ده ازاي؟ نفس الفكرة هي بس اغير التبويب اهو، نشوف مع بعض. وليكن انا عايز ابحث عن محافظة معينة، أعمل لها بحث وأستبدلها بكلمة تانية، أعدل فيها بيانات، بحددها وأضغط فايند وأجي أختار التبويب اللي جنبها ريبليس استبدال، بيقول لي فايند وات، هختار هقول له الاسم القديم ريبليس ويز بالاسم أستبدله بيه، وليكن أستبدل القاهرة بالفيوم، أي بيانات قدامي بالمحافظة دي لما أضغط ريبليس أول هيحددها لي ويغيرها لي إلى محافظة الفيوم. يبقى انا كده قدرت اعمل بحث واستبدال.
طيب ازاي؟ برضو نقطة مهمة جدا، انا عملت بحث واستبدال عن كل جزء، عايز ابدأ بقى احدد، وليكن عندي مجموعة اسماء كبيرة عايز اعمل لها ترتيب تصاعدي من A to Z او من الالف للياء، يا اما تصاعدي او تنازلي. نشوف مع بعض الجزء ده هعمله ازاي على حسب الحروف الابجدية او الارقام. بنشط الحقل اللي هيتم ترتيبه، ثم بضغط كليك يمين بالماوس وبختار أداة الترتيب التصاعدي أو التنازلي، أو من التبويب هوم من المجموعة Sort and Filter بختار منها. نشوف مع بعض، وليكن قدامي حقل الاسم، عايز أعمل له ترتيب تصاعدي أو تنازلي، بضغط كليك يمين عليه وأقول له Sort A to Z أو Sort Z to A، من الألف للياء أو من الياء للألف، تصاعدي أو تنازلي. رتب لي فعلا الأسماء تصاعدي، أو من الجزء اللي فوق Sort and Filter من تبويب هوم بختاره، يا إما Ascending يا إما Descending، تصاعدي أو تنازلي. وده بيفيدني لو عندي مجموعة أسماء كتيرة جدا متلخبطة عايز أعمل لها ترتيب على حسب الحروف. طيب نقطة مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحان نركز فيها، وهي خاصية التصفية فلتر. ايه هي الفلتر؟ بفكرة بسيطة كده، وليكن انا عندي مجموعة موظفين او بيانات ليهم، البيانات دي مختلفة من محافظات معينة، وليكن انا عايز اطلع بيانات الموظفين اللي هم من محافظة القاهرة فقط، اقدر اعمل تصفية يعرض لي اللي هم الموظفين وفق الشرط اللي انا بحطه، بيظهر لي الموظفين اللي هم من مكان معين، وهكذا اقدر اطبق اي شرط معايا بنفس الفكرة. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي التصفية. تستخدم خاصية التصفية لعزل سجلات تحتوي على معلومات معينة، وتوجد عدة طرق لفرز السجلات، منها التصفية حسب التحديد. يبقى بستخدم التصفية فلتر عشان اعمل من اسمها كده تصفية او اصفي الحقول او السجلات. طيب التصفية حسب التحديد بعمله ازاي؟ بحدد الحقل اللي انا عايز اعمله تصفية لسجلاته تبعا لمحتوياته، ثم نحدد القيمة التي نريد عمل التصفية على اساسها، وبعد كده بنشط التبويب هوم ومن المجموعة Sort and Filter فرز وتصفية، بضغط تصفية حسب التحديد فينتج فرز البيانات حسب التحديد. نشوفه مع بعض على الجهاز أحسن. قدامي وليكن مجموعة المحافظات اللي قدامي بالبيانات المعينة دي، عايز أعمل لها تصفية. هحدد، هضغط على اسم الحقل المحافظة من فوق، وهنا equal الفيوم اللي هم يساوي القيمة دي من الفيوم، doesn't equal الفيوم، لا ما مش من الفيوم، contain يحتوي على كلمة الفيوم، doesn't contain فيوم لا يحتوي على كلمة الفيوم. يبقى عندي أكتر من طريقة، أهو أنا ضغطت أول اختيار ظهر لي اللي هم من محافظة الفيوم، وألغي التحديد أو التصفية من هنا، بحدد وأقول له اللي هم مش من الفيوم، أستبعد الفيوم، ظهر لي فعلا باقي المحافظات، وأضغط على toggle filter عشان يلغي التصفية. الطريقة التانية من فلتر بضغط عليها بعد ما حددت الحقل أو العمود، وببدأ في إزالة علامة الصح من كل المحافظات وما عدا محافظة الفيوم، يبقى هيظهر لي كده اللي هم من محافظة الفيوم فقط. يبقى خدنا أكتر من طريقة لعمل التصفية فلتر، اقدر استخدمها زي ما قلنا عشان اصفي البيانات لو عندي بيانات كتيرة جدا جوه قاعدة البيانات في الجدول، اقدر اعمل لها تصفية واقلل البيانات اللي انا محتاجها بس. طيب نشوف تدريب مهم جدا على الجزء اللي فات، نشوف الجزء ده هنطبقه ازاي عملي على الجهاز في صورة تدريب. التدريب بيقول لي انشئ قاعدة بيانات جديدة باسم المكتبة، ثم ادخل البيانات التالية في الجدول مع مراعاة اختيار نوع البيانات المناسبة، واحفظ الجدول باسم الكتب. قدامي الجدول اللي يحتوي على اسم الكتاب ونوع والمؤلف والسعر، عايز ينفذ التعديلات اللي قدامي دي، عايز اغير حجم الخط الى 16 والى اللون الاخضر،
وتاني حاجة مطلوبة بيقول لكم بعمل تجميد لأعمدة المؤلف، ابحث عن كلمة الشبكات، رتب السجلات تصاعديا بناء على أسعار الكتب، استخدم خاصية التصفية لعرض الكتب العربية في عمود النوع. يبقى هو هعمل لي الفلتر هنا في الجزء ده، عايز يعرض لي نوع معين من الكتب وهي الكتب العربية، وعايز يعمل تعديل لعبارة تطبيقات الإنترنت إلى كلمة الإنترنت. نركز مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف التدريب هيتحل إزاي. من تبويب فايل وهقول له نيو، اتاكد من النشط نيو، ومن بلانك داتابيز هاجي عند اسم ملف قاعده البيانات وهسميه باسم المكتبه، وهضغط الفايل الاصفر هقول له مكانه وليكن ديسكتوب اللي هيتحفظ فيه، واضغط على كرييت انشا لي قاعده البيانات باسم المكتبه، هضغط على اوضع عرض التصميم وهقول له سمي لي اول جدول معايا باسم الكتب، وبعد كده هبدأ في كتابة اسم الحقل الأول، السعر ونوع البيان هقول له currency عملة، اسم الحقل اللي بعده المؤلف وهقول له نوعه تكست نص، اسم الحقل النوع وهقول له تكست، اللي بعده اسم الكتاب وهيبقى تكست. كتبت اسماء الحقول، وبعد كده هجيب وضع عرض البيانات داتا شيت فيو بيقول لازم تحفظ الجدول، هضغط يس حفظ معايا الجدول. هبدأ بقى في كتابة السجلات او البيانات الخاصة بالجدول، اول كتاب وسعره 200، المؤلف محمود ابراهيم، ونوع الكتاب عربي، واسم الكتاب تطبيقات الانترنت، السجل اللي بعده سعر 300، واسم المؤلف احمد محمود، نوع الكتاب عربي، واسم الكتاب فن الرسم، السجل اللي بعده 150، واسم المؤلف مصطفى محمود محمد، والنوع عربي، واسم الكتاب الشبكات، السجل الرابع 100، واسم المؤلف جون ميور، والنوع انجليزي، واسم الكتاب الشطرنج. كتبت اسماء الكتب وبياناتها، حددت من المربع اللي موجود ما بين فوق خالص الجدول على يسار الجدول، وكبرت حجم الخط خليته 16، وزي ما قلنا بوسع عادي حجم الأعمدة اهو. واقدر احدد المؤلف والنوع، وضغطت من فوق وهحدد نوع الخط واللون، اقدر اتحكم في الخصائص اللي انا عايزها زي ما انا عايز براحتي جدا، واقدر اغير التنسيق، وعايز اثبت وليكن برضو هنا حجم المؤلف حقل المؤلف، عملت له فريز بضغط كليك يمين وقلت له فريز، وبعد كده عايز حقل اسم الكتاب حددته وضغطت على فايند بحث، وهقول له الشبكات وضغطت على فايند نيكست، حدد لي الجزء وظلله لي معي.
النقطة اللي بعد كده المطلوبة، وهي عايز يعرض أنواع الكتب اللي هي حددتها كده وضغطت على سيلكشن، عايز يعرض الكتب العربي. هقول له ايكوال عربي، ظهر لي الكتب اللي هي مؤلفينها بالعربي. وبعد كده عايز ألغي عادي من هنا، ألغي التصفية. عايز بعد كده يرتب حقل أو عمود السعر أو ببساطة بضغط عليه واضغط على سيندنج، ترتيب تصاعدي. وهكذا زي ما قلنا ازاي اقدر ارتب الحقول او الاعمدة عندي تصاعدي او تنازلي. عايز استبدل كلمة او عبارة تطبيقات الانترنت بالانترنت، وبحددها كده واضغط فايند واقول له ريبليس، استبدل لي تطبيقات الانترنت واكتبها صح بالظبط مطابقة للي فوق. ويبقى اقول له ريبليس ويز، استبدلها لي بكلمة الانترنت وقلت ريبليس وهقفلها. الاقي فعلا طلع لي كلمة تطبيقات الانترنت واستبدلها لي بكلمة الانترنت. يبقى انا كده قدرت اكتب بيانات الكتب عندي المؤلفين ونفذت المطلوب. قال لي اعملهم لي، رتب لي حقل السعر تصاعدي واعرض لي الكتب اللي هم مؤلفينها من العربي. قدرت اعمل تصفية فلتر، وقدرت اعمل احذف حقل او اعدل عبارة تطبيقات الانترنت بعبارة تانية زي ما احنا قلنا، اقدر اعمل تحديث للبيانات ببساطة. طيب نشوف نقطة مهمة جدا وهي العلاقات. تعال نشوف مع بعض العلاقات دي، نركز فيها جدا لان هي مهمة جدا وبتيجي برضو كتير في الامتحان. مفهوم العلاقات بين الجداول. عندما يتم تقسيم جميع البيانات داخل قاعدة البيانات ذات الصلة في جدول منفصل، فيتكون لدينا عدة جداول تكون بينها وبين بعضها صلة رابطة من حيث الموضوع. يعني ايه؟ يعني وليكن انا عندي قاعدة بيانات، عندي مؤسسة زي مدرسة وليكن، عايز اعمل لها قاعدة بيانات كبيرة، عايز انظم كل حاجة جوه المدرسة. اقدر اعمل قاعدة بيانات ليها واقدر اعمل جداول، كل جدول مختص بموضوع معين. يعني ايه؟ يعني وليكن هعمل جدول خاص بالطلاب يبقى فيه بيانات الطلاب فقط، واعمل جدول تاني خاص بالمعلمين فيه بيانات المعلمين فقط، واعمل جدول تاني خاص بالبيانات ويبقى فيه بيانات المواد فقط. يبقى الجداول دي انا عملت، نظمت قاعدة البيانات للمؤسسة اللي انا هعملها اللي هي المدرسة، عشان اقدر اربط ما بينهم بين بعض في حقول او نقط معينة مميزة تقدر تربط لي ما بين كل جدول وما بينهم من بعض. اقدر ابحث عن اي بيانات واقدر استخدمها، وهنشوف مع بعض فوائد ربط الجداول ببعضها البعض. اول حاجة عندي مقصود بربط الجداول هو انشاء علاقة ارتباط بين جدولين او اكتر، يكون من نتيجتها استخراج بيانات من كلا الجدولين واظهارها في النماذج او التقارير او الاستعلامات. بستخدمها زي ما قلنا في المجموعات دي وهنعرفها اكتر. بيتم الربط جوه الجداول او جوه العلاقات بحقل مفتاح اسمه مفتاح الاساسي برايمري كي في الجدول الاول، مع ربطه في حقل اخر في الجدول الثاني يسمى الفورين كي مفتاح اجنبي، كما في العلاقة وان تو ميني او حسب نوع العلاقة. زي المثال اللي احنا قلناه من شوية، فمثلا في قاعدة بيانات المدرسة يكون لدينا جدول للمعلمين وجدول للطلاب وجدول للمواد. الجداول دي لما نيجي نبص ايه المشترك ما بين الجداول دي، هنلاقي ان في صلة مشتركة ما بين المعلم والطالب، وهناك صلة ما بين المواد والمعلمين، ومن هنا تنشأ العلاقة بين الجداول. زي المثال اللي احنا قلناه من شوية لحضراتكم، قدامنا الشكل التوضيحي على الجهاز، دي قاعدة بيانات كده صورتها بسيطة. قدامي هنا المدرسون، هنا دي بيانات خاصة بالمدرسين أو المعلمين، جواها بيانات بس للمعلمين. أما هنا المواد، دي بيانات المواد. أما هنا جدول الطلاب خاصة ببيانات الطلاب فقط. هيتم الارتباط ما بينهم بين بعض في أجزاء معينة
صلة مشتركة ما بينهم وبين بعض، ومن هنا بتنشأ زي ما قلنا عملية ربط الجداول ببعضها البعض أو العلاقات. طيب الهدف من ربط الجداول منع تكرار البيانات. أول حاجة منع تكرار البيانات، يعني إيه؟ يعني أنا بربط الجداول عشان عندي ما يبقاش فيه بيانات تاني متكررة، وتبقى قاعدة البيانات كبيرة جدا، يبقى على قد ما بقدر ما بكررش البيانات عندي، حيث أن في الجداول أو في الجدول الواحد لا يسمح بأي تكرار السجلات، بمعنى أنه عند إدخال معلومات وليكن معلم مثلا في جدول المدرسون يمنع تكرار بيانات هذا المعلم مرة أخرى، وهنشوف مع بعض النقطة دي في العملي. تاني هدف من ربط الجدول ربط الجداول الحد من مساحات التخزين الضايعة. يعني طبيعي لما ما بكتبش بيانات كتيرة جدا أو أبقى البيانات ما بقاش فيه تكرار، طبيعي أوفر في مساحة التخزين، هيبقى هتعمل لي العلاقة على تلافي كبر حجم قاعدة البيانات، وبالتالي هيتم رفع كفاءة قاعدة البيانات، لأن أنا منظم كل حاجة زي ما قلنا، خليت المعلمين في جدول لوحدهم، وخليت الطلبة في جدول لوحدهم، وخليت المواد في جدول لوحدهم، عملت لهم فصل كل جزء أو كل جدول في تخصصه عشان أنظم العملية دي، وأقدر أربطهم بينهم وبين بعض بالعلاقات اللي هي جوه قاعدة البيانات على حسب كل تخصص. بعد كده الهدف منه برضو الحد من حدوث أخطاء الإدخال. طبيعي مش هيبقى فيه أخطاء موجودة جوه قاعدة البيانات، وطبيعي هيبقى عندي البحث عن أي بيانات هيتم بصورة سلسة وسريعة. طيب نستعرض مع حضراتكم كده مجموعة العلاقات. كل نوع، احنا عارفين ان العلاقات جوه قاعدة البيانات بتتكون من 3 انواع، علاقة 1 to 1 و 1 to many و many to many. يبقى اول علاقة وهي علاقة 1 إلى 1 او رأس برأس 1 to 1. العلاقة 1 إلى متعدد او رأس بأطراف 1 to many. والعلاقة متعدد إلى متعدد أطراف بأطراف many to many. والعلاقات دي مهمة جدا وبتيجي على طول في الامتحان، نركز فيها كويس جدا. تعالوا نشوف مع بعض كل علاقة لوحديها. أول علاقة وهي رأس برأس 1 to 1، وهو بيقول لي هنا العلاقة دي ليست شائعة، لأن ممكن تيجي في صح وغلط، النقطة دي نركز فيها. بيقول لي العلاقة دي بتنشأ من إيه؟ تنشأ العلاقة 1 to 1 في حالة الرغبة في تقسيم الجداول الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الحقول إلى عدة جداول. لو عايز احافظ على سرية البيانات جوه قاعدة البيانات يبقى هستخدم العلاقة 1 to 1. في هذا النوع يكون كل سجل في الجدول الاول مرتبط بسجل واحد في الجدول الثاني. ولانشاء العلاقة 1 to 1 بين جدولين لابد من وجود مفتاح اساسي اللي احنا قلناه من شوية، المفتاح الاساسي اللي هو مفتاح تمييزي او تعريفي لكل جدول في كلا الجدولين، زي المثال اللي قدام حضراتكم المواطن والرقم القومي. اكيد طبيعي كل مواطن رقم قومي واحد، والعكس الرقم القومي بيبقى المواطن واحد فقط. وكذلك العلاقة ما بين الدولة والعاصمة، لكل دولة عاصمة واحدة، والعكس العاصمة دي بتبقى خاصة بدولة واحدة فقط. يبقى ده مثال توضيحي كده للعلاقة 1 to 1. تاني علاقة عندي العلاقة رأس بأطراف 1 to many، وبيقول لي تحتيها هنا وهي الأكثر شيوعا، يبقى نركز في النقطة دي بتيجي في صح وغلط برضو. العلاقة رأس بأطراف هي الأكثر شيوعا، وفيها يكون كل سجل في الجدول الأول مرتبط بأكثر من سجل في الجدول الثاني، ولكن كل سجل في الجدول الثاني يرتبط بسجل واحد في الجدول الأول. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نفهم من المثال اللي قدامنا ده. ايه العلاقة بين الطلاب والفصل؟ الفصل الواحد عندي بيبقى فيه مجموعة كبيرة من الطلاب، لكن الطالب الواحد يجلس في فصل واحد، ما ينفعش يبقى الطالب في اكتر من فصل. ومن هنا تكون العلاقة من جهة الفصل 1، ومن جهة الطلاب بتبقى ميني. العلاقة الثالثة وهي علاقة اطراف باطراف ميني تو ميني، زي العلاقة ما بين جدول المعلمين وجدول الدورات التدريبية. المعلم الواحد يقدر يدي أكتر من دورة تدريبية أو يدرسها، وكذلك الدورة التدريبية ممكن يدرسها أكتر من معلم. يبقى هنا نوع العلاقات ده اسمه ميني تو ميني،
بيحتاج لنوع من العلاقات، بيحتاج إلى جدول ثالث يسمى جدول الربط، اللي هو جدول بيتم ربط ما بينه وبين بعض. وعند تنشيط اختيار التكامل المرجعي Enforce Referential Integrity يمكن تطبيق الخيارات الآتية: تفعيل توالي ارتباطات التحديث للعلاقة باختيار Cascade Update Related Field، تعالوا نشوف وهي بتعني ايه، وتعني تحديث السجلات في الجداول تلقائيا عند تغييره في احد الجداول. يعني ايه؟ يعني انا غيرت سجل في جدول ما، تلقائي التغيير ده هيسمع في باقي الجداول، على طول هيعمل ابديت او تحديث للسجلات. يبقى النقطة دي بتعني تحديث السجلات في اي نقطة انا قدرت اغيرها في اي جدول، مش هروح في كل مكان واغير، لا هو على طول بيسمع معايا في باقي الجدول. طيب الخاصية اللي بعد كده وهي تفعيل توالي ارتباطات الحذف للعلاقة باختيار Cascade Delete Related Field، وهي تعني حذف السجلات في الجداول المرتبطة، أي أن عند حذف سجل معين في الجدول الأول بيتم حذف السجلات المرتبطة في الجدول الثاني. يبقى لو حذفت حاجة خاصة بالسجل في الجدول الأول طبيعي هيحذف البيانات المرتبطة بيه في باقي الجداول. طيب نشوف تدريب سريع كده عشان نفهم النقطة دي. التدريب بيقول لي انشئ قاعدة بيانات لشركة تجارية تحتوي على الجداول الآتية: الموظفون والعملاء والطلبيات. 3 جداول قدامي اهو، نركز عشان النقطة دي مهمة هنفهم بإذن الله منها العلاقات. الجدول اللي قدام حضراتكم جدول الموظفون، ده الجدول الأول، الثاني جدول العملاء، الجدول الثالث جدول الطلبيات. المطلوب إنشاء العلاقات بين الجداول كالآتي: هو إيه اللي هنا؟ العلاقة ما بين الموظف والطلبيات. الوصف: موظف يقوم بالعديد من الطلبيات، هخلي نوع العلاقة هنا one to many. أما العلاقة ما بين العميل والطلبيات، وصفها بيكون العميل ليه أكتر من طلبية، وتبقى العلاقة هنا one to many. تعالوا نشوف هننفذ الجزء ده خاص بالعلاقات ازاي. اهي اسم قاعدة البيانات وعامل الجداول زي ما احنا عرفنا الجداول بتتعمل ازاي، وافتحهم من هنا بضغط عليهم دبل كليك شمال من شريط التنقل او لوحة التنقل وفتحتهم معايا اهو. هجيب وضع عرض التصميم وكود الموظف، هعمل له البرايمري كي، وعند العملاء هنا كود العميل اهو برايمري كي، وعند الطلبيات معمول كود الطلبية برايمري كي. افتح. طيب هاجي عند جدول الموظفون واجي عند داتابيز تولز، ومن المجموعة ريليشن شيبس العلاقات هختار منها ريليشن شيبس وهضغط عليها، واضغط هنا كليك يمين اقول له شو تيبل، ظهر لي الجداول اللي موجوده عندي، جاب لي ال3 جداول، بضغط عليهم دبل كليك شمال عشان تفتح معايا واقول له كلوز، فتح لي ال3 جداول اللي انا انشاتهم قبل كده. هخلي جدول الطلبيات هنا عندي وبالترتيب اللي قدامنا، وهبدا اسحب كود الموظف عند كود الموظف هنا، وهفعل اختيار اللي هو التكامل المرجعي زي ما قلنا، وهعمل تفعيل التحديث التلقائي للحقول والتتابع او توالي الحذف التلقائي برضو للحقول، هفعل التلاتة. وهنا طبيعي ارالي الريليشن تايب، نوع الحقل، نوع العلاقة one to many، واضغط كريت، ظهر لي هنا بيقول لي مش هيقبل. ليه؟ لان انا عندي الجداول مفتوحه معايا، لازم اقفل كليك يمين عليها واقفل كل الجداول اللي انا فاتحها، وابدا بقى اعمل تاني نفس القصه، اسحب كود الموظف الى كود الموظف، وهفعل الاختيارات اللي احنا قلناها، واضغط كرييت، عمل لي فعلا هنا العلاقه one to many، ومن كود العميل الى كود العميل هسحب وهفعل الاختيارات برضو. هنا ظهر لي نوع العلاقه، اضغط كرييت، ظهرت لي هنا برضو one to many، لو ضغطت كرييت برضو عملتها لي معايا. يبقى عرفنا ازاي بقدر اربط الجزء معايا في العلاقات جوه قاعدة البيانات، ازاي بيتم ربط الجداول بينها وبين بعض، وزي ما قلنا اهميتها ايه، ان انا اقدر لو حذفت اي جزء
عملت تعديل في اي جزء في جدول بيحدث بيعمل تحديث في باقي الجداول، وبيبقى بيسهل معايا عملية البحث جوه قاعدة البيانات. تعال نشوف جزء تاني مهم وهو الاستعلامات. الاستعلام من اسمه، وهو ان انا عايز ابحث عن جزء معين او تطبيق معايير بحث محددة في بيانات في قاعدة البيانات، وبستعرض السجلات اللي بتتطابق مع هذه المعايير. يعني ايه؟ يعني وليكن انا عندي مجموعة موظفين عايز استعلم عن الموظفين اللي هم مرتباتهم فوق 5000، اقدر استعلم عنهم، او استعلم عن الموظفين اللي هم من محافظة القاهرة، وهكذا اقدر اعمل عملية الاستعلام. بحط شرط واللي بينطبق على الشروط بيظهر معايا في الاستعلام. طيب، وتعتبر الاستعلامات من الاهداف الرئيسية اللي بيتم من اجلها انشاء قاعدة البيانات. احيانا بحتاج لاستخلاص وتحديد بيانات محددة ليتم عرضها، وبتستخدم الاستعلامات لاغراض متعددة، منها عرض سجلات الجدول التي تنطبق عليها شروط محددة، عرض البيانات من جدول أو عدة جداول وكأنها في جدول واحد، فرز السجلات وعرضها في ترتيب محدد، إجراء بعض العمليات الحسابية زي ما هنعرف مع بعض إزاي بيتم إجراء بعض العمليات الحسابية عليها على البيانات، أو أعمل لها تلخيص للبيانات، وبيسهل لي عرض البيانات أو إضافتها أو حذفها أو تغييرها. أنواع الاستعلامات، في استعلام عندي زي استعلام التحديد، وده الاستعلام بيبقى اكتر شائع عندي بستخدمه في تحليل البيانات. والاستعلام اللي بعده وهو استعلام الجدولي، بيستخدم لحساب واعادة بناء البيانات باستخدام رؤوس الاعمدة والصفوف. استعلام الوسائط، بيعرض عند تشغيله مربع حوار خاص به، بيطلب معلومات بسيطة تحل محل شرط أو أكثر. طبعا الاستعلامات دي مهمة جدا، وأهمهم برضو عندي استعلام الإجرائي، بيقوم بإجراء تعديلات على سجلات عديدة في عملية واحدة، وبيندرج منها مجموعة أنواع أخرى. الاستعلام الإجرائي ممكن بتيجي كتير في الامتحان، اذكر أنواع الاستعلامات الإجرائية، هقول له استعلام الحذف واستعلام تحديد واستعلام الحاق واستعلام انشاء جدول. يبقى دي انواع الاستعلامات الاجرائية، وفي مجموعة شروط لازم ابدأ اعملها قبل ما استعلم عن قبل ما اخطط. لازم اكون مخطط كويس جدا قبل ما انشئ الاستعلام، ولازم ابقى فاهم انا هبدأ في الاستعلام وهستخدمه الغرض منه. طيب، للأسف وقت حلقتنا خلص معاكم، بإذن الله هنستكمل الجزء المتبقي في حلقتنا القادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.